توفيق إن شاء الله والجهات جاهزة. انطلاق موفق أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 14 من الجيادة المهجنة الأصيلة تشارك مسافة الألفا متر في الانطلاق، الهيثم وكارلوس هنريك ملك الشيخ فيصل، ومن الجهة الخارجية بوتوباي خليفة بن شيل الكواري ومايكل يوان، في الترتيب الثالث هناك الجواد كريزا ملك سيد عبد الله بن علي بن خليفة العطية ورونان توماس المنعطف الأول، والصدارة لا تزال مع هيثم والوصافة مع جوان بوتوباي وكريزا، في الترتيب الرابع والخامس هناك الجواد المدجل ملك سيد جاسم بن محمد أحمد البادي ومتعب علي صاق، في الترتيب السادس هناك الجواد أرسن فورتش ملك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي وسفيان سعدي نقطة 1200 متر، والصدارة لا تزال مع الهيثم بوتون باي في الوصافة وكريسبا في الترتيب الثالث، ويتبقى 1000 متر على نهاية هذا الشوط. صدارة جميلة، الجياد بشكل سلسلة بقيادة الهيثم الوصافة مع بوتون باي وكيرشبان في الترتيب الثالث، محاولات لتغيير من الجهة الخارجية للجواد رقم بوتون باي ولونري أيضا، ومحاولات مشاهدة الجواد حكيم في موقع جيد في الترتيب الخامس، راشد محمد راشد الغانم العذبة وغفران غريسي المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية، تعطى الإعازات والهيثم في صدارة، محاولة من الجهة الخارجية الجواد رقم 7 بوتون باي يأخذ الصدارة، وقادم من الخلف جاسم محمد البدي والمدجل، ولكن بوتون باي خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري ومايكل يوان في صدارة، محاولات للحاق من كريزان عبد الله خليفة العطية والجواد الواير دريم وكريزان وخط النهاية. ونتائج الشوط الأول أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 7 بوتون باي ملك السيد خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري والفارس مايكل يوان فورست والمدرب زهير محسن. مبروك بتوقيت وقدره 2:05.75 في الترتيب الثاني، جاء الجواد رقم 5 كريسبان ملك السيد عبد الله بن علي بن خليفة بن عبد الله العطية والفارس رونان توماس والمدرب إبراهيم سعيد المالكي. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 9 واي دريم ملك السادة مربط المغيرات والفارس جي بي كامبر والمدرب محمد الغزالي. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 15 وايت واير ملك السادة مربط إنجاز والفارس عدنان حوا والمدرب علي الكبيسي. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 14 المدجل ملك سيد جاسم بن محمد أحمد البادي والفارس متعب على الصعاق والمدرب جاسم الغزال. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة 8 أشواط متبقية.